حضراتكم مره ثانيه مشاهدينا، ولسه معاكم في مصر جميله. مصر جميله بكل حاجه حلوه فيها، بنحافظ عليها وبنزيد من جمالها. وعلشان نزيد من جمالها وعلشان يكون في تفاعل ما بين كل مواطن بشكل عام والطفل بشكل خاص، لابد ان احنا نحفزه على الحفاظ على المكان والانتماء للمكان اللي بيتواجد فيه. النظافة كلنا بننادي بيها، النظافة من الإيمان، محافظة على المكان من الأولويات اللي يجب أنها تكون موجودة النهاردة. للأسف الشديد بنجد أن في هناك العديد من الحدائق العامة حتى بتكون مفتوحة للمواطنين في مناسبات معينة، ومع نهاية اليوم بنجد يعني للأسف الشديد العديد من الآثار السلبية للتواجد فيها. عايزين كلنا نخلينا زي آدم، ما نرميش حاجة في الأرض، زي كل واحد يعني يساهم في هذه المبادرة اللي بالتأكيد ليها دور كبير في الحفاظ على المكان والانتماء ليه. خلونا نعرف أكتر عن المبادرة وأهميتها وإيه الخطوات اللي تمت فيها من خلال مدير المبادرة المهندس أحمد معروف اللي مشرفنا النهاردة في مصر جميلة. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. مين آدم؟ آدم هو سيدنا آدم. احنا اخترنا اسم آدم في المبادرة. الأول احنا عملنا فريق عمل بقيادة السيد المحافظ عاطف عبد الحميد، وكان فكرته اللي احنا نعمل مبادرة تغير سلوكيات المواطن اللي ساكن في القاهرة. تمام، احنا مش مبادرة نظافة عادية، لا دي مبادرة تثقيف المواطن وتحويل السلوك اللي هو بيعمله من سلبي إلى إيجابيات أو إيجابي. تمام، فعملنا فريق عمل كان مكون من إدارات داخل المحافظة ومديريات خارجية، منها المديريات الخارجية مديرية الشباب والرياضة، مديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الأوقاف. واستخلصنا بكلمة أو السلوغان أما نفذناه وعرضناه على السيد المحافظ، كان فكرته خليك زي آدم. السيد المحافظ كان سألني مين آدم؟ فقلت له احنا كلمة آدم أو اسم آدم هو بيرجع لمدلوله أو التاريخ بتاعه الديني، وهو سيدنا آدم أبو البشرية. ليه سميته أنا آدم بقى؟ لأن الاسم ده بيشمل راجل وست، طفل صغير، راجل كبير، شاب. الاسم فيه شمولية، وربنا خلق سيدنا آدم في الأرض عشان يعمر الأرض، وخلقه في صوره نظيفه ومرتبه وجميله. فعشان كده احنا اخترنا اسم ايه؟ خليك زي ادم. وادم بس مش طفل صغير ولا انسان عادي، لا ده هو الجندي اللي واقف على الحدود بيحميها. ده الطبيب اللي بيجتهد في عمله، وادم هو المدرس. جميل. ادم هو انت عملت شموليه بهذا الاسم. ادم يعني هو الضمير، ادم ابو البشر. وادم هو الضمير الحي اللي وهو الضمير. انا سعيد جدا انه هتخرج من المحافظه، من مؤسسه حكوميه. تمام. ان هي تتحرك ويكون في فكر مختلف وثقافه مختلفه لاداره هذه المؤسسات. تمام. المشاركه بتاعه الادارات كلمني عنها، وازاي بتتابعوا مع بعض، وايه البرنامج الاساسي اللي انتوا حاطينه دلوقتي؟ احنا كنا سيد المحافظ اجتمع بينا زي ما قلت لحضراتكم، احنا عملنا فريق عمل يخص الحمله. كان مفروض اللي هو كل اداره او كل مديريه عملت مخطط اللي هي هتنفذ ازاي التوعيه داخل المكان بتاعها. فكل اداره فعلا بعت لنا المخطط بتاعها، زي اداره الشباب والرياضه او مديريه الشباب والرياضه اسف، عملت مخطط خاص بالمراكز الشباب، وفي دورات هتتعمل في داخل مراكز الشباب للطلبه والاسر بتاعتهم، زي بالظبط ينطبق عليها مديريه التربيه والتعليم. هنعمل برضك انشطه داخل المدارس، وهنعمل ان شاء الله لجان، وهنعمل ورش عمل داخل المدارس، بحيث ان هم الاولاد يتثقفوا وينتجوا لنا منتجات تخص تفعيل المبادره، زي الريسايكلين اللي هو اعاده تدوير المخلفات، ويبداوا يستفادوا بيها، ونبدا احنا كمان نطلع مجهودهم للناس، نقول لهم ده ما رماش حاجه في الارض، لا ده كمان احنا معانا فيديوهات للسيد المحافظ. دي انتوا عملتوا فعاليات للمبادره؟ يا فندم. هو جميل. احنا بدانا تدشين الحمله يوم 5/1 الماضي، وبدانا لغايه دلوقتي في الانتشار في معظم احياء القاهره. بدانا نعمل انتشار في 10 احياء غالبا لغايه دلوقتي. انتشرنا في معرض الكتاب الحالي بتاع دورته الحاليه، وحققنا نسبه 3000 زائر لنقطه التوعيه بتاعت ادم، وان شاء الله هننتشر باذن الله في المدارس،
وينتشر في محطات المترو والمحطات القطارات. جميل جدا، لان بالتاكيد يعني اهم حاجه ان هذه المبادره تنتقل على ارض الواقع. تمام. ومش بس محافظه القاهره، يعني كل محافظات مصر باذن الله تكون ايضا ضمن هذه المبادره. خليني اقول ان ده يعني بيتطلب مني ان انا يبقى عندي رؤيه او جدول لكيفيه تنفيذ هذه الخطه، خصوصا في الاماكن العامه، خصوصا في الاماكن اللي للاسف الشديد بتفتقر الى الاهتمام بالناحيه الجماليه الخاصه بها. انا عندي كمان هيئه مسؤوله عن تجميل القاهره، بالتاكيد ليها دور في الموضوع دوت. فازاي بيتم التوافق ما بين كل هذه الانظمه والمتابعه والاستمراريه في الاداء؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، فعلا هو المحافظ ادى تعليمات لمدير او رئيس هيئه النظافه والتجميل بالقاهره بالاهتمام ورفع كفاءه الميادين ورفع كفاءه الحدائق العامه والمتنزهات والحفاظ عليها باخراجها بشكل متناسب. وبرضك ادى اوامر برضك للجمعيه الانتاجيه تبع المحافظه اللي هي تعمل تصمم او تنشئ بساقه خمامه وتوزيعها بشكل عادل على الاحياء، لان احنا عارفين الفتره اللي فاتت احنا حصل في خلل شويه في البساقه، بحيث اللي هو الشمول الامني او الحاله الامنيه كانت بتستدعي ان احنا نشيل من بعض الميادين او بعض الاماكن العامه، فدي عملت عجز شويه في الشارع. بس احنا بنوعد حضراتكم ونوعد الحمله وبنتمنى ان احنا فعلا ننتشر تاني بطريقه عادله في الشارع المصري. ده مهم انه التركيز حتى على النظافه اليوميه للاماكن المخصصه للقمامه، ده بيبقى مهم لانه احنا بنشوف حتى القمامه مرميه على الرصيف يعني. تمام تمام. ده والناس اعتادت ان هي تحط القمامه بتاعتها هنا يعني، لانه ما فيش كمان صندوق لهذه القمامه يعني. ما احنا بنحاول فعلا يا فندم زي ما قلت كده، انا بنحاول ان احنا نوفر، وبرضك داخلين مع المواطن بنقول له ما تستناش برضك الحكومه تعمل كل حاجه. صحيح. فاحنا بنقول له يعني حاول على قد ما تقدر تستخدم الادوات اللي جنبك. هو احنا ما عندناش فقر، احنا عندنا فقر في التفكير. فكر. فقر في التفكير. فاحنا بنتمنى من كل مواطن اللي هو يساعدنا في ايه؟ اللي هو لو عنده حتى كرتونه او عنده باسكت قديم يحاول يحطه في مكان مناسب. تمام؟ ولو الحي شافه كده اكيد يعني انت قدمت اهوت حاجات لازم يساعدك اللي انت تخلي المكان ده نظيف. بص يا باشمهندس، مبادره مهمه كمان. اختم مع حضرتك، بتشوف فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، حاجة جميلة قوي للقمامة اللي بتبقى مدفونة تحت الأرض، وبتيجي التكنولوجيا عربية مجهزة بتشيل. نفسنا نشوف بلدنا كده إن شاء الله، مصرنا الجميلة، كلنا بيتمنى كده إن شاء الله. دورتنا فندم، ونوفر برضو الإمكانيات المتاحة ونقوم كلنا بأدوارنا. يعني هي مسؤولية مجتمعية مشتركة هتنعكس علينا كلنا في النهاية في المجتمع، لأن بيعود على الصحة، بيعود على الحالة النفسية. بالزبط. بيعود على كل شيء، على السياحة اللي بنطالب بعودتها مرة أخرى بقوة. فيعني دي حاجة بتؤثر في حياتنا كلنا. حضرتك عايز تعلق تعليق أخير؟ القاهرة فعلا بتمنى اللي هي تكون جميلة زي ما كانت. صحيح. عام 1925 القاهرة واخدة وسام أجمل وأنظف مدينة. صحيح. القاهرة عمرها الحديث 1049 سنة من تأسيس عمرو بن العاص مدينة الفسطاط أول حجر، وقبل التاريخ واخدة 3600 سنة قبل الميلاد في مدينة عين شمس أو أون أو هليوبلس في المسلة دلوقتي. ففعلا احنا نفسنا ترجع تاني قيمة القاهرة لمكانتها. هترجع بينا يعني، هترجع بالشعب المصري وبالمواطن المصري، وان شاء الله تكون افضل لانها تستحق مكانه افضل باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا هانس احمد معروف، مدير مبادره خليك زي ادم ما ترميش حاجه في الارض. شكرا جزيلا ليك باشمهندس. استراحه مع النفس وهدوء نفسي كده في يوم مبارك زي يوم الجمعه مع المنشد الديني حسين رضوان. وبعد هذا الفصل دي فقرتنا الأخيرة في مصر جميلة، خليكم معانا.